وأنا في الثانوية عامة مدرسة النهضة لغات، كان بينزل التحرير من يوم 25 يناير السنة اللي فاتت، وأنا يوم 20/12 وكان آخر يوم في حدث مجلس الوزراء. أصحابه اتصلوا بيه بالليل وقعدوا يقولوا في ضرب في الميدان يا مهند، وفي بنات بتتضرب، وانزل الكترة تغلب الشجاعة. نزل الساعة 2 بالليل، وكان في اتصال بيني وبينه، وكان اخوه قاعد على الفيس، وانا قاعدة ببص كده لقيت خبر نزول وفاته، مهند سمير الشهيد الثاني. رحت ميدان التحرير، لقيت ميدان التحرير ده عبارة عن زي ما يكون مشرحة، دم 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 عند الصينية، منظر رهيب. قلت لهم فين يعني اصحاب الدم دولي؟ قالوا لي مستشفى الهلال. ببص كده لقيت مهند على الترول رابطين له رجله طبعا عشان وقفوا النزيف. في ايه يا ابني، في ايه يا ابني؟ قال لي انا خدت طلقه في رجلي، وواحد صاحبي خد له طلقه كان جنبي. هو فين يعني؟ بينه وبين مهند كان مفيش نص متر. هو ده رامي اللي سأل عليه في المستشفى، حبيبي الله يرحمه. وده مهند خد الطلقة في رجله، ده جه يجري عليه واستشهد فعلا. دخل أوضة العمليات قعد 3 ساعات جوه. طلعوا الدكاترة قالوا لي احمد ربنا احنا طلعنا الرصاصة، وكانت رصاصة حية. بدأوا بقى يسألوا الولاد اللي شاهدوا الحدث يعني انتوا نزلتوا ليه، مين حاصركم، مين ضرب عليكم النار. مهند طبعا قال احنا كنا نازلين نساند اصحابنا، لانه كان بيقولوا كان في ضرب، واتلموا علينا الجيش وحصرونا في الصينية وضربوا علينا النار. الضابط قال مش عرفك ان هو يعني اللي ضربك ضابط جيش؟ قال له لا، ده انا شفته، ده انا بيني وبينه مفيش. ده منشن عليا اكن يعني في عينه يعني، نشن عليا ونشن على صاحبي. قال له يعني انا لو وريتك صور هتعرف تطلعه؟ قال له اه هعرف اطلعه. طيب يا مهند، اصل في ناس بتلبس لبس جيش وبتستخبى بين الثوار، وهم دول البلطجية وانتوا لازم تساعدونا. قالوا ما مهند يخف تيجونا الاسم نفرجوا على صور، وايه وجايز تكون الصور دي فيها حد من اللي احنا بندور عليه. فضل كريم عز الدين ده بقى الضابط اللي بقول لك كل يوم بيتنطط عندي ده في المستشفى، يتصل اي طنط ازاي حضرتك، طيب اللي بتصلح، طب احنا عايزين نشوف مهند. انا نسيت اقول معلومه مهمه جدا، احنا واحنا في المستشفى عملنا محضر ضد المجلس العسكري والجيش. المهم طلبنا كريم تاني مره واتنين وتلاته، وبعدين في الاخر انا زهقت، فقلت لمهند بقول لك يا مهند تعالى ننزل نروح لهم، هكلم لك جون. جون ده اللي حد يعني برضو كان شاهد عيان على احداث مجلس الوزراء وساعه دخول الجيش، وهو محامي صغير يعني عنده 27 سنه تقريبا. المهم راحوا ردين عليا وقالوا لي بنستاذنك يا طنط، ده جون، ان احنا هنروح مع مفتش المباحث احمد الاعصر مديريه امن القاهره، لان برضو اللبس ات ويندوز، فهيفرجونا على شاشه عرض كبيره يفرجوا مهند على الصور. قلت له يا جون، قال لي عيب يا طنط، ده احنا مجني علينا مش جانين، احنا مجرد ان احنا بنساعدهم وبنساندهم مش اكتر من كده. المهم لقيت الساعه 12 الا ربع تليفون بيرن عليا، جون الحقيني يا طنط، خدوا مني مهند في المدرية. يعني ايه خدوا منك مهند في المدرية؟ ومهند دلع عشان ياخدوه منك في المدرية؟ قال لي الضابط قال لي يلا يا بابا روح، اللي بيخش عندنا ما بيرجعش تاني. وفعلا دي كانت اخر مرة اشوف ابني فيها. جريت زي المجنونة، نزلت وخدت اخويا وطلعت على مديرية امن القاهرة. كانت الساعة بقت 1 بالليل بقى، وطلبت بقى ان انا اقابل الضابط اللي اسمه احمد بكري دوت، المكتب اللي هم كانوا قاعدين فيه، مكتب الضابط ده. المهم قابلني بقل الذوق رهيبه، وقعد يقول لي مهند مين، وبتقولي على مين يا ماما، وفي الاخر راح قال لي ابنك، بقيت اصرخ واقول ابني تعبان، ابني جرح في رجله، ابني ما خدش ادويه السيوله.
قال لي يلا يا ماما ابنك يموت ولا يغرف الستين ده، وطردني من مكتبه ونزلت طبعا اعيط وفضلت ازعق، طلعوني بره المديريه وفي الاخر مبقتش عارفه اعمل ايه. طب هشتكي لمين؟ يا يعني اما هما اللي هما حاميننا هما اللي خاطفيننا. قاعده اسبوع ما اعرفش حاجه عن ابني، اروح من هنا لهنا لهنا. المهم خلال الاسبوع ده كمان جالي تليفون من مهند في وسط الاسبوع، قال لي يا ماما الحقيني انا في سجن تحت الارض في التجمع الخامس. توصلنا في الاخر ان هو اتعرض، والتهمه المنسوبه ليه حرق مجمع علمي، تعدي على السلطات، احرق مش عارفه عربيه امن مركزي، اتلاف ممتلكات. قعدت اناشد في التلفزيون واناشد في الجرايد، ابني تعبان، ابني طالب في الثانويه العامه، ابني الدكتور بتاعه بيحذر ان هيجيله جلطه. جبت اذن من النيابه بعد تقريبا 8 ايام ورحت قابلت مهند. عايزه اقولك انا لما شفته معرفتوش، يعني حزنت. هو ده ابني. المهم برضو ما سكتش وطلبت انهم يعرضوه، ابني تعبان، يعرضوه على المستشفى. لا والله كتر خيرهم بصراحه، يعني خير ما فعلوا، ودوه القصر يعني بالظبط 3 دقايق. طبعا كانت حالته ساءت، يعني اسبوع مر ولا 8 ايام جات له جلطه، وما قالوليش ان هو جات له جلطه، وانا يعني نبهت يا جماعه ان ده هيجي له جلطه. مهند دلوقتي في مستشفى السجن، جات له جلطه دي اول مره. من شهر جاله نزيف داخلي، ربنا يطلع مهند بالسلامه. انا عارفه انه هيطلع ان شاء الله، وربنا يقوي على اللي هو فيه ويشفيه يا رب. وهيمتحن طبعا الثانويه العامه هناك، وانا بدعيله وعارفه انه هيجيب مجموع ان شاء الله.